شهادة لها، شهادة لها، هي اللي تعبت، هي اللي تعبت، شهادة لها. قلبي إنه روحي دخيلكم دمي إلو يا روحي يا روحي، 30 سنة عم بستناك أبوي. أمي أكثر شيء تعبت وأنا صراحة يا روحي، أنت صرت الليالي يا قلبي بلا صوبة يا بني، أنت كفن هلا. انا اول ما بلشت كان ما لي كم يوم متزوجي ورحت فورا على الدوام، خلال يعني 6 سنوات مرقت عديت بكثير صعوبات، كانت منها التهجر، النزوح، ترك البيت، الانتقال من مكان لمكان، الولاده، صعوبه بالبيت، الصعوبه بين التوازن بين الحياه الاجتماعيه وبين الحياه الدراسيه، والحمد لله رب العالمين تم هذا الامر بفضل الله وكرمه، بهدي نجاحي لزوجي ولأولادي ولأهلي لوالدي الله يرحمه. قبل ما يتوفى بكم نهار كان عم بيسألني ايمت حفلة التخرج، وأجلوها لأسباب ولظروف الزلزال وإلى آخره، بس هلا الحمد لله إن شاء الله بيكون مبسوط. الحمد لله، أول شيء نشكر الله سبحانه وتعالى أنه أكرمنا ووصلنا لهي المرحلة، نقدم بالشكر أول شيء للأهل اللي ضحوا وقدموا كل شيء ما عندهم ووصلنا لهي المرحلة أنا وأخوتي جميعا، وتخرجنا أكثرنا من الجامعة. طبعاً عدينا بصعوبات كثيرة في ظل هاي الثورة المباركة، وطبعاً من تهدم المنزل في بداية الثورة وللنزوح ولخروج من بيتنا يعني كثير مرات، بس الحمد لله رغم كل الصعوبات تعدينا هاي المراحل والحمد لله وصلنا لهون. وبرجع أقدم الشكر كبير للوالد والوالدة اللي ضحوا كل شيء ولوصلنا لهون، والله يبارك فيكم. نشكر جامعة إدلب اللي قدمت كمان، هي والدكاترة والأساتذة قدموا لنا كل شيء وتخرجنا، والحمد لله فرحة كبيرة لا توصف صراحة. وفي هاي المرحلة نتمنى التوفيق للجميع.